ومساكم الله بالخير ويا اهلا وسهلا فيكم مشاهدين ومتابعين برنامج سيدتي. اكيد تغطيتنا ما زالت مستمره معكم من ملتقى الطب التجميلي في نسخته الخامسه، والان معي طبعا الدكتوره سماره ميمش استشاريه الجلديه والتجميل. اهلا وسهلا فيكم، مساك الله بالخير دكتوره. طبعا اليوم موضوعنا راح يكون موضوع اعتقد يخص يعني حاله مهمه للبنات وللشباب على حد سواء، وهو موضوع الندبات او الاسكارز زي ما البعض ممكن يسميها، سواء كان حب شباب، سواء كان عمليات، سواء كان حوادث لا قدر الله. فاحنا حابين نتكلم معك دكتوره، اول شيء احدث التقنيات في علاج الندبات بشكل عام. طبعا هي الندبه مو بس تجي من سكارز اللي هي زي الجراحه او حب الشباب، اي وقت يخترق الجلد فيه يعني حتى مع البيرسينجز الاذاني او الصوره برضه ممكن يصير في ندبات، حتى اللي ممكن تكون في الوجه سمتايمز. صحيح. طبعا الندبه حسب عمرها، يعني من البدايه الندبه يا اما تكون مرتفعه عن سطح الجلد متوازيه مع سطح الجلد او منخفضه. طبعا كل ما كانت متسطحه مع سطح الجلد تكون الندبه هذه معناها انه الهيلينج حقها كويس اسرع. ايوه. طبعا الشيء الثاني ممكن يصاحب الندبات اللي هي التصبغات او تغيرات في اللون. طبعا الندبات لها علاجات كثيره، ما في علاج واحد يوصلنا النتيجه المرضيه، بالاضافه لتحتاج اكثر من جلسه. نعم. عادة جلسات نسويها كل 3 إلى 4 أسابيع. جميل جميل دكتوره، يعني يعطيك العافيه وشكرا لوقتك وشكرا لتواجدك اليوم معنا، شرفتينا. الله يعافيك. شكرا.